أهلا بكم. اليوم سنتحدث عن الرسومات ثنائية الأبعاد في MUPAD. لو عندي دالة G of X عرفتها على أنها G of X عبارة عن X cosine X، وسبق أن احنا تعاملنا مع هذه الدالة. Enter هتتكون عندي الدالة، كنا بنرسمها باستخدام بلوت واكتب g of x واختار x مثلا من سالب 5 الى 5 وانتر ترسم عندي الدالة. الان لو عايز اضيف خيارات هنا بحيث ان تظهر لي نقطة متحركة على المنحنى، فهكتب فاصلة وأكتب قوس مجموعة وقوس النقطة، وأكتب النقطة اللي إحداثها السين هيبقى إكس والصادي هيكون جي أوف إكس، وأقفل قوس النقطة وأكتب و هاش بوينتس البي كابيتال وأقفل قوس المجموع. الآن لو ضغطت انتر تكونت عندي النقطة، ولو ضغطت على الرسم مرة واحدة بالشكل ده هتظهر النقطة بتتحرك على المنحنى لأنها واخدة إحداثيات المنحنى لو تلاحظ. الآن لو أنا عايز اكتب كتابة على الرسم ده اي شيء اكتب هنا و واحدد الاحداثيات المكان اللي هكتب فيه. نفرض ان انا عايز اكتب هنا عند واحد واحد اسم الدالة مثلا، فاحدد النقطة اكتب واحد وواحد يساوي وعلامتي اقتباس كده، واكتب بينهم اللي اي شيء انا عايزه يظهر عند النقطة واحد واحد. نفرض انا عايز اكتب اسم الدالة اكس كوزاين اكس، ممكن هنا اكتب جي اوف اكس يساوي اكس كوزاين اكس وانتر. لاحظوا تكونت هنا عند النقطة واحد واحد اسم الدالة. ممكن لو عايز اضيف عند نقطة تانية كلام اخر ممكن اضيف اي شيء اخر. ممكن الفيديو ده احفظه هنا اكسبورت جرافيكس هنا ونيكست وبعدين اكسبورت انيميشن نيكس، وهنا نختار في افيو، وفي طبعا اذا كانت صورة او انيميتد جيف بالشكل ده، وهنا اسم الملف ممكن نحط واقول له نيكس اوكي، هنا اقول له اكسبورت هيعمل عملية اكسبورت ويظهر لي الملف منفرد عنه. طيب لو انا عايز اظهر الممات لهذه الدالة الممات، اخد نفس الدالة عشان بس واظهر مع النقطة الممات، خلينا بس ناخد كده مش محتاجين الباقي. هنا اكتب و وهكتب الممات عندي. معادلة المماس طبعا هتبقى المشتقة الأولى اللي هي الميل جيم شارطة أوف إكس، خلينا ناخدها أوف إم مثلا على أساس أنا تكون نقطة زي إكس واحد
هنا كمان نخلي عند النقطة M و GM مثلا، M و GM اللي هي نقطة اللي عندها المماس، فهيبقى عندي مضروبا في ال X ناقص M زائد GM. و اكس ام ما هنا نخليها مثلا من سالب واحد الى واحد على اساس نشوف المماس، حركة المماس من سالب واحد الى واحد وحركة النقطة ايضا، ونقفل القوس. احنا عندنا قوس مش مظبوط هنا، هنا في اكس، الان القوس مظبوط، انتر. لاحظوا تكون عندي خط مستقيم هو المماس للنقطة عند النقص واحد، لو ضغط على الرسم هيظهر وهو بيتحرك المماس مع النقطة. طبعا عندي نفس النقطة ممكن اكتب كتابة وتتحرك أيضا، يعني لو هنا كتبت اظهر لي النقطة وكتبت عند النقطة M و GM G of M M و G of M، وفي القوس النقطة تساوي مثلا كتبت اي شيء، ممكن اكتب tangent و enter. هتلاحظ اتكتبت كلمة هنا اللي احنا كتبناها، ولو ضغطت هتتحرك هي مع المماس بالشكل. طبعا ممكن تعمل اي اضافات اخرى. طيب لو انا عايز ارسم مجموعة منحنيات، يعني عشان ابين الانفراج او اختلاف، اكتب بلوت. نفرض ان انا عايز اخد دالة بسيطة زي سكوير روت اوف اكس. طبعا سكوير روت اوف اكس لو ضغطنا كده هنشوفها، دي سكوير روت اوف اكس. انا عايز ارسم اكتر من 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 سكوير روت اوف اكس مع التغير، فاجي هنا نفرض ان انا سكوير روت هضربها في متغير ك في، وهنا اعمل علامة الدولار وك تساوي مثلا من واحد الى عشرة حسب عدد اللي عايز تظهرهم، نظهر عشرة، والاكس تساوي طبعا احنا ممكن ناخدها من صفر لكن خليها زي ما هي ظاهرة من سالب مثلا خمسة الى خمسة. بالشكل ده وانتر. لاحظوا تكون عندي العشر منحنيات اللي سكوير. طبعا ممكن تغير المنحنى وتشوف النتائج عندك. طيب لرسم نقطة او مجموعة نقاط بنكتب بلوت ونفتح قوس ونكتب لكل نقطة القوس. نفرض انا عايز النقطة مثلا واحد وثلاثة و
ثلاثة وسالب واحد. وأي مجموعة نقط أخرى وانتر هتظهر لي النقط. ظهرت النقطة دي النقطة الثانية هنا، لكن عشان أظهر بس أقول له اظهر لي نقطة الأصل، أكتب و هاش أو عشان يظهر نقطة الأصل. لاحظوا النقطتين ظهروا. طبعا ممكن أضيف نقطة تانية هنا، أي نقطة مثلا لو أضيف النقطة واحد وواحد مثلا. بالشكل ده وانتر. لاحظوا النقطة واحد وواحد والنقطة واحد وثلاثة والنقطة ثلاثة وسالب واحد. لو عايز اظهر مجموعة نقاط ممكن اكتب بلوت وافتح قوس بلوت استدعي مثلا متتابعة سيكونس سي كيو يو سي اي، وبعدين اكتب المتتابعة اللي عندي لتكن المتتابعة مثلا سالب واحد السي ان على اثنين ان مثلا زائد واحد، ونقفل القوس ونقفل وقبل ما نقفل القوس هنختار ان الفترة بتاعتها مثلا ان من واحد الى خمستاشر مثلا، اذا عايز ارسم انا خمس بالشكل ده، واقفل القوس واقفل القوس الاولاني وانتر. لاحظ اترسمت النقط على هيئة السلسلة حسب ما اعطينا السلسلة مثلا. ولرسم مظلة نعرف بيه على انها بلوت، ونستدعي البوليجون 2D وافتح قوس وافتح قوس كبير واحط اول نقطة في قوس تاني. اول نقطة عندي سالب واحد وصفر مثلا، ونقفل القوس النقطة الأولى، والنقطة الثانية صفر وواحد، والنقطة الثالثة واحد وصفر، والنقطة الرابعة صفر وسالب واحد، ونقفل القوس ونقفل القوس المفروض هنا في قوس تاني. واصبح ده قوس، ونقفل القوس البلوت ونقول له بلوت بي اللي احنا عرفناها بس وانتر. لاحظ رسم لي المظلة ولكنه ناقص ضلع كده. فهنا نكتب و closed والسي كابتل وانتر. لاحظوا ظهر. لو عايز اظلل الشكل ممكن اكتب و فيل دي يساوي ترو واكتب الترو كلها كابتل بالشكل ده وانتر. لاحظوا ظلل الشكل. طيب لو انا عايز ارسم
دايرة حواليه مثلا مع البي. انا هنا هروح عند البي واستدعي المكتبة، اقول له وارسم كمان بلوت، واخد الدايرة سيركل 2D. وبالنسبة للدايرة هكتب الأول شيء نصف القطر، القوس اللي هنا في الأول، لاحظوا إنه قوس هكتب نصف قطر الدايرة واحد مثلا عشان تمر بالنقط، ومركزها اخد نقطة صفر وصفر فقط، وانتر. في قوس هنا عفوا، وانتر هيترسم لي الدايرة. لاحظوا حول البلد. طيب لو انا عايز ارسم مثلا قطع ناقص، مثلا اعرف مثلا الاليبس مع اسميها ايه، وان مثلا، واكتب بلوت واستدعي الاليبس اي ال ان اي بي سي 2D، وافتح قوس، وهنا اكتب المحور، نصف المحور الاكبر ونصف المحور الاصغر، يعني مثلا 5 يبقى المحور الاكبر 10، و2 يبقى المحور الاكبر 4، و اختار المركز. نفرض ان انا عايز مركز القطعة الناقص 2 و1 بالشكل ده، و اذا احنا عايزينه مظلل اقول له فيلد زي اللي فاتت، فيلد يساوي ترو، ترو كلها كابتن، وفيلد يساوي ترو، واقفل القوس. هنا مجرد اكتب بلوت اي 1 وانتر هيترسم القطع الناقص زي ما انت شايف. طبعا انا ممكن ارسم جنب القطع الناقص ده مثلا الخطين اللي هي مثلا اكس يساوي، عشان ابين لكم اكتب و واكتب هاش اكس يساوي 2، وهاش واي تساوي 1 اللي هي عشان تمر بالمركز، وانتر. لاحظوا اترسم الخطين اللي يمروا بمركز. طيب لو انا عايز ارسم معاه مستطيل حول، يبقى اكتب هنا و واستدعي بلوت وريكتانج، اكتب ريكتانجل ار اي سي ريكتانجل، وافتح القوس. وبالنسبة للمستطيل هكتب البعدين بس، يعني من ناقص 3 إلى 7 ومن ناقص 1 إلى 3، ناقص 1 إلى 3، واقفل القوس وانتر. هيترسم عندي
مستطيل. كمان في ممكن نستدعي بلوت كيرف، يعني بلوت كيرف سي كابتل، ومثلا خليني 2D طبعا، وممكن نكتب في ال ناخد المجموعة اللي هي مثلا تي ساين تي وتي كوزاين تي، مثلا تي في ساين تي و تي في كوزاين تي، ونقفل القوس هنا ونكتب و احنا عايزين تي من مثلا 0 إلى 20 مثلا، من 0 إلى 20، ونقفل القوس ونقفل قوس البلوك وانتر. هتلاحظوا رسم لي الرسم. طبعا لو زودت هنا الى 25 مثلا وانتر هيظهر لي الرسم مختلف، وهكذا. ممكن ارسم قوس بان انا اكتب بلوت واستدعي القوس ARC2D وافتح القوس واكتب نصف قطر الدايرة واحد مثلا، ومركزها نفرض ان انا عايزها 0 0 بالشكل ده، واكتب الزاوية مدى الزاوية فين اللي هو انجل رينج A كابتل والR كابتل رينج بيساوي مثلا من 0 للباي، ونقفل القوس ونقفل قوس البلوت وانتر، هيترسم عندي القوس. هناك طريقة اخرى ان انا ممكن اعمل بلوت وافتح قوس وبلوت واستدعي ال ARC2D وافتح قوس، وهنا هكتب بس نصف القطر واحد، نصف قطر الدايرة، واكتب من سالب باي مثلا على 5 الى باي على 5، واقفل القوس واقفل قوس وانتر. لاحظ انه رسم لي القوس. لو انا عايز القوس ده يبقى مغلق اكتب واكلوز اللي كتبنا بالشكل ده وانتر، هيترسم كلوز. لو عايز اعمل فيلد يتملى نفس الشيء. ممكن كمان بلوت فانكشن مرة واحدة بتتكتب بلوت FUNC و2D، وافتح قوس واكتب مثلا اي دالة عندي زي اللي احنا عارفينها مثلا X كوزاين X، مثلا Y كوزاين X، كأني بتعامل مع بلوت تماما Y كوزاين X، و اكس مثلا من سالب 3 الى 3، و انتر. لاحظ رسم لي الدالتين اللي هي اكس كوزاين اكس زي ما انتم شايفين. طبعا احنا لو كبرنا الرينج شويه
هيبان أكبر. يعني مثلا لو عملتها من ناقص 10 ل 10 مثلا، شايف هيبان دي ال x كوزين x و كوزين x. طيب لو أنا عايز أخليها تتحرك، يعني يبقى ممكن أعمل بدل كوزين x أعملها كوزين مثلا a في x، وبدل هنا كوزين x أعملها x مثلا ناقص a، و أو a ناقص x عشان تطلع a ناقص x، وأختار بعد كده ايه إنها من كذا لكذا. نختار ايه إنها من مثلا 1 إلى 6 مثلا. ممكن نخفض دي عشان تبان، نرجعها زي الأول عشان يبان الرسم أكبر شوية، وإنتر. لاحظ هيتكون هنا عندي شايفين بيتحرك. دي فانكشن مرة واحدة بدون استخدام مكتب بلوت فانكشن 2D، ممكن تستخدمها في أشياء كثير. ممكن كمان ارسم التحويلات الهندسية للانعكاس والدوران والانتقال. يعني لو عرفت الدالة اس على انها تساوي بلوت، واخترت فانكشن 2D، وفتحت قوس وسميت الفانكشن دي، خدت مثلا الجذر التربيع سكوير روت اوف اكس، وخدتها في الفترة من اكس تساوي 0 إلى 1 مثلا، وانتر. كده احنا اخدنا عرفنا اس. هنيجي نقول له بلوت ونفتح قوس بلوت، نستدعي بقى الريفليكت الانعكاس ريفليكت 2D، ونعمل الانعكاس. اذا كان حول نقطة نعمل نقطة واحدة مثلا حول نقطة الأصل، و اللي هندورها انا او اللي هنعمل لها انعكاس هي اس، ونقفل القوس الثاني وانتر. لاحظوا عمل طبعا السكوير روت اللي هي هنا اصلا، يعني لو عايز اظهرها ممكن اقول له بلوت اس و الريفليكت. هتلاحظوا هنا الدالة اس للسكوير روت، وهنا انعكاسها حول النقطة 0 0. ولو انا عايز حول اي نقطة تانية نكتبها، لو عايز بقى حول مستقيم اكتب نقطتين. يعني هنكتب مثلا بلوت، ناخد نفس ال عشان الوقت، واخد هنا النقطة الأولى واعمل نقطة تانية، يعني نقطتين مثلا خدت حوالين 0 و0، وعايز اخد حوالين 0 و1 مثلا. ليه 0 و1 كده؟ 0 و1 يبقى احنا خدنا حوالين محور الصادات، يعني النقطتين 0 و0 و0 و1
يبقى أنا أخدت حول محور الصاد وانتر، لاحظوا عمل انعكاس حول المحور الصاد. لو أنا غيرتها من انعكاس حول صفر وصفر وعايز أخد نقطة هنا يعني صفر وصفر مثلا وواحد وصفر، يبقى هناخدها حول محور السينات، يبقى انعكاس حول محور السينات وانتر، لاحظوا انعكاس حول محور السينات. لو أنا عايز حول المستقيم واي تساوي اكس أخد صفر وصفر وواحد وواحد وانتر، لاحظوا الانعكاس هنا حول المستقيم. ولو أخدت ممكن نرسم المستقيم اكس اللي هو واي تساوي اكس يعني، وخلاها من اكس تساوي صفر إلى واحد عشان تمشي مع رسمنا وانتر، هتلاحظوا هو ده المستقيم اللي تم حواليه الانعكاس، وبالتالي ظهر لي عملية الانعكاس. كمان أنا ممكن أعمل دوران، يعني أستدعي بلوت وهنا أكتب روتيت، يبقى بلوت روتيت و2 دي طبعا، وافتح القوس مثلا هندور اس نفسها اللي هي السابقة دي، وهناخد الزاوية نعمل الانجل تساوي مثلا باي على 5 في ايه عشان انا نعمل اكتر من 5 في ايه اكتر من صورة للدوران، ونقفل القوس ونعمل علامة اس دولار، ونعمل انه ايه من مثلا 1 إلى 10، ونقفل القوس وانتر، هنلاحظ عملية الدوران تم. نفس الشيء بالنسبة للانتقال، ممكن نقول له بلوت ونرسم اس الاول ونستدعي بلوت ترانسليت التي كابتل و2 دي، ونفتح قوس، وهنا انا عايز عملية الانتقال كم اللي هي السينات مثلا 3 x 3 والواي 0، ونقفل القوس، والكلام ده عايزه يتم على اس اللي احنا معرفينها سابقا، ونقفل القوس الاول والقوس الثاني وانتر، لاحظوا عمل عملية الانتقال. وممكن استخدم امر جراف، يعني لو عندي سي عرفتها على انها جراف و كرييت كومبليت جراف، وخدته 15 وقفلت القوس ونقطتين لأني مش عايز أنفذها الآن، وهنا بلوت عملت عملية بلوت لجراف واخترت بلوت سيركل جراف واخدت سي، هيعطيني رسمة السيركل جراف، واقفل القوس
وانتر. لاحظ اداني رسمة الجراف. طبعا ممكن اغير دي الى مثلا 20، هتلاقي حدث تعديل بالشكل ده وهكذا. يعني ممكن طبعا امكانيات MUPAD كبيرة جدا في عملية الرسوم. حاول تكتشف بنفسك مزيد من الرسوم. شكرا لحسن متابعتكم.